لأنه هشيسك لقلي إلا كلا صحيح ذي جورك كان عقد الاستمتاع لا الاستخدام هشيس وضر راح يسيبوها لكن هشيس يسو شقين مهين بركة النبي فاضي ما وحو وشاقة إنا الشقيسو وقولي هذا إيكا الشقيسيها وشاني كيدا لا دارات مصاريفت مصاريفت يسوكو ترتا داركي وواجب أولينا وداركي يدونيقي يقوريقي وحا صورنا يسكا تفدريقي اسكو وضدر أريبها ما عليها قوي اسكو وباهاية عروتي لقام هذا أي أوريدا واجب أولا هذا ننك رقا الصومالي ذا يرى ديواي وين بدنا قيرة أو أبو تخسينة أو ضيعي بقى إسكبرة سؤال شا قدام بيسا دمر كويسة قرآن هو الإثرات قرية دين بارين تين دوي ذا قاد لي نور الدية والله بهاي اللي يسرد ديو وده ده لفت جودة أنا يسي روح دمر كائن نكيد وداوي بدي ما ذو حيو بدين بعد أنا قرأ يجاي جماعة أنا قرأ يجاي هدي لي ويدين لا قيب تواجب كان كبير لا لكن علماء ذو حيو بدين مركو قف كوريها يور ساق قاوة أو سوق بيو ور إنه قرية سحمها مركا قف كفتوانة يا أنا أقواش علماء ذا يسيو بدين وين الشيء أمانة علمية ذا يا وأمانة دينية علماء ذا سيو بدين واساس بينوري إنه سنة هاي داوين تواعر واجب هاين لكن قائم علماء ذا قبتو إنه واجب هاي إنه ويجتهد عصري كان ولي بقى بدر ولا برجع هو الدعوة ذا هل كي تاجنيد ما توي كسي أذكت سلطة حوالك يا بني كتير هذا ورب الله ورب الرشين هاي سينين بابا تها يا أبي هذا دكتور كي جي بركة قريب تأسوا إنه الله إن الله يني والله إنه قصي مين بقى واي تن بركة إنه كتشوا أبلا دو مركز سوق رأي أنا جانا من واجب بين نقط إن أنا رجع أشة قاين وحوكارينه نركة أمينه وأنسينه ونضيفينه تي تدي وبينه كتشوا بينه هاي هاي الدقدين لأن الحاوري بل ماذا واحد بدي جمهور العلماء يأفرت مثلا صدح كم ذي إن الواجب كوه عند مركنا ويجانا سنة ونايتها إن رجع وشقيا وحكريا ودرك أم ميران واجب كوما هاي وسنة علماء الإسلام كوه بدي لأنه هشيس كلا قالي إلا كلا صحيح ذي جورك كان عقد الاستمتاع لا الاستخدام هشيس وضر راح يسيبوها لكن هشيس يسو شقين مهين استاذ رادد سنة أطاعي سيدينو داوي يابا سنة وقوهي يدونا هنا وش قيسا سنة أطاعي انت سواكو فلان تبيل تحاولي هذا واجبنا إلا يسو طورا هذا سنة إلا يسو طورا قول هذا لما ركا إنا يكبر وش قيسا واجب وحي دليشنا يعني نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أنتي سي فاطمة بنت الرسول فاطمة الزهراء أدوش على نبي عرورتي سنة وقت جدا بكري جد بقى صاحبي بركود إن تكري جد بقى نالاي لح بلاد بكدم بيس إيه ذا إيه علي دعوانا يا سري أرنت أن شق هذا لفت جد كدعوانا يا علينا إن الشق يسابو دونا يا إيه ذا الشق هذا سك هذا ليس بركة النبي فاطمة وحو وش يا جينا الشق يسوه وقولي هذا إيه كشق يسيه هوش نكيره مركب واحد رواية هاي شقارة يسيه وأكو رجع ميبا ويا بحاله شقارة هضت كفقرة ذي مساكين تأوى ينصينا ينعب بختي هاي أدوبه تذكريبور تذكريبان كبرايا سبحان الله والحمد لله والله أكبر ذكر كنا الصلاة الدبده داخلينه كسر نرفعها كحوتشينا يا أتمركو كردين دانا شقارة كافر صنا يا إسكت ذكريبور يا أبو شقارة نلقو معي أضيع لو شقى علي بن أبي طالب أهل البيت كيسي وسانة بيكوك على حكومة بركة قولة لأوا واجب كاسيد ليشانية لكي قولك اللوب بدأي هاي إنا أشا قيسو حاسكو نين كيذا وصنة ومعروف وحوناك سوية لكي وحي لرد إراتها يدو وحي لرد إراتها بركة هشي سكالة صحيحة يدي وحي واجب يا مهر وعقد كي استمتاع حبين كيذا ترنك محوكو حلاشة وين مهر جراه إنكي أهم وحبها إنو نبي قوريني صلى الله عليه وسلم محكوا يقول التبس ولا خاتما من حديد وارين أنتم كحيسن كريم ميسيدي وحال رادي ساحورة فرق لنا هذا حول الله نقول بهرين كريم هذا مركو وحبس هو يقول كده ما يقول القرآن خبر وحيل الله إرادة مصاريفته
masaarifti way isugu jirtaa dharkii oo waajib u leedahay waa dharkii iyo dhoonigii iyo gurigii waxa soo dhana iyo sakaat fidrigii isku wada dar arrimaha maalaha qoysku u baahan yahay arurti lagama hadlayo ayay oorida waajib u leedahay ninka haddii waajib u leedahayna mawjadu ila halkaasay gaarsiisan tahay marka intaas oo dhan iyada la dheeraada waxaan filayaa marka dumarku halkan ay ka yar damqanaya waxa weeye sharciga kama damqanayaana ragga soomaalida yara dhibay oo in badan oo qayira oo abu taksiina oo dayacay baa iska badan markaasaa kuwa qurbuhuna caruurtoodii bay la rafaadayaan iyo naftoodii kuwa miyigana dee waxaa laga tegay baadii baa laga tego tuulooyinkii baa lagu qaylayaa kuwa magaaladaaba la qaatay marka raggii hore u dayacay ayay leeyihiin balyaan taraydka loo dabcini oo aan qiil loo sii yaro samayni laakiin waxaynu sheegaynaa sharcigu rag iyo dumarba waa u siman yahay wixii waajib iyo wixii sunaana in la ogaado weeyaan dumarkaana wixii naxariisa iyo xoolaa iyo maala islaamku uu badiyey oo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu lahaa waa qawaariir waa dumar markaa waa dad u baahan in la dhowro oo la tixgeliyo inahaasaynu kusoo koobi lahayn diinta ilaahayna barashay mudanta in la barto waxyaabaha hadiyo jeer keena inay rag iyo dumarka isku dhacaan waxaa ka mid ah laa yacrifuuna kahiira min alxuquuq azawjiya xuquuqda inta badan baa la garanaya waa casharo u baahan raggu inuu qaybo muxuu oorida xaq ugu leeyahay waajib iyo sunnaba maxaanu si xaq ugu lahayn ooriduna waa inay barataa ninkeedu muxuu xaq ugu leeyahay iyaduna maxay xaq ugu leedahay xaq iyo waajib baa la kala idhaa waxaad adigu leedahay waa xaq waxa ku saaranina waa waajib fi atfahi alashyaa waxyaaba yarar baa laga yaabaa inuu reerku ku dumo waxa laga yaaba inuu idhaa shaahay soo karay war waan taahay awr baan leeyahay markaasuu leh hal dalqaab ku furay kol haddaana shaahaba karin karay waa wax yaroo basiida iyadana waxa laga yaabaa wax yar inay ka codsato markuu yeeli waayo ay tiraana furba marka xuquuqda waa in la bartaa taasaa reerku ku badbaadaya insha allahu hana la dadaalo qolo walibana waajibkooda ha qaadato sharcigu halkuu dhigayna ha ku qancaa wahaada maa aquuluhu waastakfiru llah